الحق في النظام اللي يدير في الشعب ديالو بحال هكا. الله ياخذ الحق في النظام اللي يستهتر بالأرواح ديال الناس لهذه الدرجة هذه. لا حول ولا قوة. الدفتيريا معروفة مناش كتجي اخويا رضواني، يعني من الماء الموسخ، كيف ما كتقول انت، من الماء المتعفن، يشرب بنادم ماء متعفن او لا يبدا يغسل فيه، او لا من اوكي، المستنقعات، هذوك فين المستنقعات الوسخ؟ الموسخ. تيتيم كاع المزارع دي فات الوسخ، طوط العفن بخرار و تقلاق بعد تقلاق كاع جميع بلوز. جميع كاين بنادم. شوف المصطلحات بعد نوبه تيهربوا لك، مادام كاين مستنقعات هكاك بداك العفن، يعني ما كاينش البخرار اللي كنقولوا حنايا، فين القوات، فين الواد الحار، حشومه. وهاد الناس هادو اللي مرضوا، هاد الوليدات اللي مرضوا، واش ما داروش التلقيح؟ انا دابا كنهضر معاك حاليا وفي يدي الدفتر ديال بنتي، بديت تنقلب على الدفتيريا، وشحال من تلقيح خداو وليداتي من ديال الدفتيريا في المخزن. هادشي كنقول لك في المخزن، انا وليداتي كنعالجهم في المخزن، من اللي تزادوا تنقراهم في المخزن ديما. هو في يدي، كنهضر معاك دابا وفي دفتر بنتي في يدي فيه شي 3 ولا 4 ديال الجرعات ديال الدفتيريا اللي كياخذوا الوليدات. اش هاد الاستهتار بالناس وبالارواح ديال وفابور الناس؟ الله يخليك. فابور وفابور قسما في بالله المغرب. العلي العظيم، لا فابور. راه كنهضر معاك دابا في يدي وبنتي راها في الليسي، راه ماشي دابا عاد باقا جديده، راه في الليسي وباقي دفترها في يدي. ملي هضرتي على الدفتيريا، حيت انا وانا كنقول لباها بنتي، هي راه كان هذا الشيء، الدفتيريا راه كان عندنا في التلقيح ديال الدراري في الدفاتر، ومشيت تاني جبدو لقيتو قدامي كنشوف فيه. هاد الوليدات علاش ما يتلقحوش؟ علاش ما يتلقحوش بحالهم بحال وليدات العالم كامل بفابور؟ والكبار اختي ديالهم انا راه كنعقل، انا كان راه كنعقل اختي. على راسي. تلميذ في 1997 او 1996 كانوا كيجيو لعندنا، لعندنا وحنا تلاميذ صغيورين في المدرسه، وكيهضروا علينا واحد واحد وسط القسم. واخا هما ما كيديو، ما والو، عقلت عليها حتى انا، حتى انا كيديونا للسبيطار باش ولا يلقحونا. كيديونا للسبيطار الا كان شي حاجه اللي ضروري تمشي للسبيطار، كيديوك للسبيطار والصف واحد ورا واحد وكدير التلقيح، او كيجيو لعندنا لا المدرسه حول اللي كان داك الشيء بسيط، يعني داك التلقيح اللي ما كيتسببش في السخانه من بعد. والكبار الملاريا هذيك هي لا الكارثه، حول ولا هي اللي ما تفهمتليش عاوتاني. ما الكبار ما عرفتش قولوا الصغار مساكين. واش ضد فيهم؟ واش باغيين يساليو معاهم في مره؟ واش ما عرفتش انا هذا النظام فاش كيفكر، واشنو اشنو باغي؟ واش ما كفاش انه الثروات ديال ديك البلاد كلها مشات شي هاد المناظر هذه كتضر في القلب، ان دوله بتروليه اللي كتشوف راه نورمالمون خصها تكون بحال الامارات، بحال دوله خصها تكون بحال الامارات حاليا، وتشوفها هكا مستنقعات لونها خضر برا من تيتيم. من البخار. واحد يطلع يقول لك عادي، واحد يطلع يقول لك عادي، راه يا مسلوب الاراده، يا كيدقوا لهم شي بلا، ولا كيشربوا لهم شي حاجه في الماء، ولا ما نعرف مسلوب الاراده، حيت انسان واعي وانسان بعقله ما يمكنش يسكت لهذا الشيء هذا. تحياتي تحياتي اختي تيتيم، تحياتي وتبارك الله عليك، شكرا جزيلا اختي، الله يحفظك. وعادي خطيكم من الجزائر يا المراركه، عادي خطيكم ديوها في شغالكم يا المراركة، ويطلع يقول لك عادي عادي. الدفتيريا انتشرات وعادي عادي، خيز غلول. شحال من واحد اخويا كاين تما الله يرحمه موسى عليهم تورات، ما عرفت. المهم هو ده اخويا التقرير ديال البي بي سي في اللي فيه 6 دقائق راه نديروه وغادي يعطيونا رباش فيه التفاصيل. التقرير ديال البي بي سي انا قريت 15 طفل اللي توفات في نهار واحد، صافي في نهار واحد الله يرحمه موسى عليهم. عادي في الجزائر عادي، ها التقرير ديال البي بي سي ما كاينش المشكل. ديفتيريا وطلع شي هادو دابا اللي كيديروا التيك توك، هاد اللي كيسميو راسهم واعري ديال الجزائر، ولا حد واحد فيهم دوا على الديفتيريا. اختي ميمونه الله يحفظك، السلام عليكم، تحياتي لك. تحياتي اختي الدفتيريا اخويا، بغيت نعرف واش هي النوروفيروس. النوروفيروس تيجي من الماء موسخ، تيجي من الضباط، تيجي من سميتو من الديور اللي تيكون فيهم هذاك العفن. العفن تيكون ما تيدخلهمش الشمس، هادشي من الناس تيجي هاد المصيبة الكحلة. المشكله ان ما لو كان تشوف واحد الولد تيبين الداخل ديال الجزائر، غادي تشوف شنو هي العيشه ديالهم، كيفاش تعيشوا، عايشين في الزبل اخويا رضوان.
ما تستغربش الا كانت هذه الامراض وهذه المصيبه الكحله، الطبات تيجريو مع الدراري الصغار في المدارس، ولا واحد الولد يطلع في اللايفه تيوري البلاد ديالهم من الداخل، واو راسك يحبس، تقول راك في افغانستان راه ما كايناش هكاك. مصيبه خويا مصيبه والله، بقاو فيا هاد الناس بصراحه الله ما عندهم حتى شي ذنب، الغلطه ديالهم هما تيتابعوا لديك الدوله وصافي. خويا رضا غادي نهبط نكبس اخويا، والله الله يكون في عوانهم وصافي، والله الله يكون في عوانهم، الله يكون في عوانهم. هذه هي الدوله، هذه هي الدوله ديال اللي تتحترم راسها، مصيبه الكحله. هاد الناس هادو بغاو يقتلوا هاد الشباب، شي قاتلينو بحوايج الاخرين، شي قاتلينو بهاد الامراض بهاد الوسخ، مصيبه. يا ميمون علاش كنقول خاوتي خاوتي انا؟ والله والله اخويا رضوان، والله يبقاو فيا، يبقاو فيا. ولكن هادو اللي تيطلعوا في هاد الريدي سوسياليس هادو خصهم هذيك الملاريا ولا شنو هذاك نورو فيروس، خص يجي لهادو اللي في هاد التيك توك. انا راه تيبقى فيا هذاك اللي في الجزائر العاصمه واللي في وهران واللي مسكين كيتقطع له الماء، كيجي الماء 4 سوايع في النهار 6 سوايع، هذاك اللي في الجزائر العاصمه وفي وهران ومسكين زوالي ساكن في ذاك البني قديم، هذاك اللي في الجزائر العاصمه وفي وهران، حتى هو اختي ميمونه تيبقى فيا 20 و30 عام وهو تيساين. خويا زغلول الله يحفظك، 20 و30 عام وهو تيساين انه الدوله تعطيه دار، هذاك تيبقى فيا. اخويا ما تيدوش حتى تطيح الشتاء، هذوك ما تيدوش حتى تطيح الشتاء، هذا مصيبه. هذاك اللي في وهران اللي باغي غي يدوز للجهه الاخرى، وييه وباي طريقه الله يحن عليهم وصافي من هاد المصيبه الكحله. ولكن شفت هاد التصاور اللي تيوري السيد، راه مصيبه الكحله، كيفاش انت تصفط هذاك الناس بهذاك اللباس وبهذاك يديهم دايرين هكاك، مصيبه مصيبه. هادو فين 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 عايشين؟ واش في افغانستان؟ راه ما كاينينش هكاك. وفين هو تبون؟ فين هو تبون اختي؟ فين هو تبون؟ هذاك راه يشرب الزفت هذاك. هو تبون. يلا خويا رضوان تحياتي ليك، السلام عليكم. اللي معنا حتى هو تحياتي ليه. الله يحفظك الله يحفظك. والله تألموا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وهذا الشيء راه عادي في الجزائر، غيطلعوا الجزائريين غيقولوا لي عادي. خويا رضوان واحد الاشاره، خويا رضوان قول لي يا حبيبي غير واحد الاشاره بالزربه. في سنه 2020 نشرت الجزيرة واحد التقرير كيقول بأن الجزائر تسجل 1110 إصابات بالملاريا، وخبير يطمئن حاملنا للطفيلي أقل عرضة لكورونا من 2020. عليكم السلام. 2020 وبقاو ساكتين. ألف وي هذا التقرير قدامي. كبر بالله كانت ناخذ وبقاو ساكتين. ناخذ الدز دز. مرحبا خويا تفضل. وشار الضوان السلام عليكم. عليكم السلام أحبيبي. ناخذ الدز دز. السلام عليكم تراث عربي كيفك داير؟ وشار الضوان السلام عليكم. صوتك كيتعاود خويا، صوتك كيتعاود. طلق طلق الميكرو. سي بون سي بون. صوتك كيتعاود خويا. سي بون. لا لا. طلق الميكرو. سي بون سي بون. صوتك كيتعاود خويا. سي بون. لا طلق الميكرو. سي بون سي بون. صوتك كيتعاود عنده. اسمح لي يا خويا، اسمح لي، اسمح لي. الصوت كيتعاود. حيد لي زيكوتور، حيد لي زيكوتور. دوك اش كتسميهم نتوما في الجزائر؟ هذوك الصناتات، ستيتوسكوب، حيد ستيتوسكوب. واش هذا دوما حبيبي كنتي واقيلا داير ستيتوسكوب؟ واه كنت داير كاسك. هو هذاك، هو هذاك. واش رضوان كيفك داير؟ لاباس؟ لاباس اخويا، مرحبا بك خويا. هذا الشيء خطر عندنا صاحبي، الشيء خطر. واه خويا انا ما قلت والو، حنا انا كنت بالعكس، انتوما فين كنتو؟ والله انا باقي، انا رضوان تبان لي كان جيت جزائري معانا كدافع على الجزائر اكثر من الجزائريين. انت خويا دز دز، كان على بالك هذا الشيء واقع؟ على بالي واه، في 15 يوم. ايوا واش دار، اش دار تبون، اش دارت الدولة الجزائرية؟ تبون يقابل الملاريا ولا يقابل لي زافير كبار هذوك؟ واش يقابل؟ قول لي انت واش يقابل؟ هذه ماشي افير كبيرة؟ مقابل 30 اكتوبر اللي غادي يسدوا عليكم تريسينتي. هاك عندها العلاقات. اصبر 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 اصبر، طيب تهودني اصبر، عندي واحد السؤال لك رضوان.
تشكون هو ذاك غصبر بلاتي انت واش مالك مخلوع؟ راك تعودني انا راني راني داير الطابور راني 15 يوم داير الطابور كما تقولوا انتم. لا 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 ما نهودكش. لا 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 انا بغيت نقرا واحد الميساج يهديك الله. معليش قول لي دابا هادشي عادي هادي حبيبي تفضل حبيبي تفضل. لا ماشي عادي هذا غادي يقتل كاع عباد ربي. اوني حنا درنا الفيزا درو كان جو عندنا ثاني نعدوكم تروحوا تدوشي المغرب هذا ماشي عيب. ها المالاريا دي واعره قلت لك 31 اكتوبر كي نديرو ديرو 9 ملاير ونص دولار. قال لك الحاجه اللي تفوت على الامريكان قال الجزائر قال له تفوت عليك بابور قلعه الطياره كي نديرو واش تبغي قبل هادو ولا قبل المالاريا؟ عاد متفق معك متفق معك. لا قول لي رضوان نتحاوروا انا وياك انا مداري نتحاوروا باحترام انا ما نطيح راك تعرفني. واش لا وانا انا كان ضرب سنه رئيس تبونا رحنا كنا مع مرجانه صايره يتم بعد دروك في الامريكان ودروك رانا مع تريسينتي 31 اكتوبر سيبو. انا قلت لك خضري تسمع كيفاش ندير وهذا الشيء ديال الدفتيريا نساوه هذا كنداووه حنا الدفتيريا نداووه باش اخويا شوف غير المالاريا ولا واش الشعب المغربي مسكين ما عندهاش الضوء وكيفاش نديرو؟ لا باش غير باش غداووا الدفتيري وحنا شفنا التصاور هذا هو السؤال. غادي نداووا غادي نداووا من على يومي ثلاث ايام ان شاء الله ما تلقاهش. غيتحيدوه في ثلاث ايام. واو والسيد بوريطه قال لعبد المجيد تبون الرئيس فخامه الرئيس عمي تبون قال له زيدني غير ست شهور باش ما حنبوك زيدني ست شهور باش نسدوا لك ذاك الدين تاع 9 ملاير ونص. علاش ما تهضرش عليها هذه رضوان؟ كيتسالونا الدين. قارة دقيقة برك تورات العربي السلام عليكم دير تشوف الانترنت كيما مداري في التوشيبا تاعك في اللابتوب تاعك دير دير ديون على المغرب ضد الجزائر ديرها اقول سأله كتسالون واردوان راه الشف هنا واردوان دير له دير له خليه على خاطر معليش دير دير ديون ديون المغرب على 9 ملاير 9 ملاير ارجعوا للموضوع اصبر خوت ارجعوا للموضوع غنمشيو معاه في هيتو مشاو معاه في هيتو الثانية غابيدمون نرجعو دز دز بغيتي يكتب دير ديون المغرب ديون المغرب على الجزائر غنمشيو معاه في هيتو غنمشيو معاه في هيتو ومن بعد نعطيك واحد السؤال واحد اخر ما تهبطني لا ما تكثرش عليا الاسئله قلتي كتب حنا غنكتب زوج برك زوج زوج وهبطني على واحد 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 غنرجعو الخوت للدفتيريا اخليو اخليوكم اش من موقع بغيتنا نقلبوا فيه اش من موقع دير سؤال على جوجل ولا سفاري عندك ولا في اللابتوب تاعك في جوجل شنو نكتب دير ديون المغرب دين دين 9 ملاير و 9.5 بليون دولار ديرها تشوف تصنيف يضع المغرب وسط البلدان يا ودي دير داكشي اللي بغاه هو قول لك كتب داكشي اللي بغاه عربي تورط عربي تاي فهمك انت تقول انا نهضر بالطليانيه يا خلاص تورط عربي اعطيني الجمله اللي نكتب بالضبط اسمح لي اسمح لي تورط عربي يلا دير سد الميكرو رضوان عندي واحد السؤال ليك سول راني بعث لي بعث لي انت راك في فرنسا ياك اه بعث لي بعد اللينك الاخر الادريس في الايميل راني ندز لك واحد اربع كراتين ولا خمسه تاع عندي واحد الشماح هنا ما يكملش وحده تشد لك شهر وحده انت فين ساكن في الجزائر انا راني جزائري انا ساكن في كاليفورنيا راني قلت لك وين ساكن مرحبا مرحبا صافي صيفطهم لي صيفطهم لي اسمعني راهنا عندنا في انا ساكن في سان فرانسيسكو في داوتون خليني نهضر معاك راني نبعث لك ربع صناديق فور بوكسس ولا تاع الشمع الله يحفظك شكرا وشنو هو الشمع بالانجليزيه عاود قولها لروحك هذيك الشمع بالانجليزيه يسموها انا ما تضيحنيش كاع في البي اس تاعك يا رضوان ودابا غاش بغيت تصيفطهم ليا قلتي فور بوكسز قلت لك شنو هو الشمع بالانجليزيه ادريس ويجيك شوف ها ولا قدام شحال عندك 2.7 كا هذه ما نعرفش انا التيك توك شوف الا ما جاوكش الشمع قول لي انت مشي راجل يلا دابا دابا صافي لا دابا صافي تعطلتي بزاف تورط عربي صافي بركه بركه داتا من عندنا يلا صافي تحياتي تحياتي راه غنى عليها سميتو شكون اللي كنغنى عليها هذاك غنى على اش كاندي شوب سمعتو ويلكم تو ذا كاندي شوب سميتو سميتو الرابر اللي ما عجبنيش دراجي 50 سنت
50 سنت، حيت هو هضر على بليون دولار، بغينا نجاوبوه ب 50 سنت. يلاه او سويفون، تحياتي. اوه يا ودي يا ودي، قال لك اخاوتي الدفتيريا في الجزائر، وهانيا تحياتي لخويا الامريكاني، تحياتي ليك اخويا، تحياتي. شي واحد طلع السطح ياك؟ لا لا لا، من البيت الاحرار ما طلعش للسطح، غير ربما وقع عندها شي مشكل كنعرفها ما طلعش. راه بديت نقول لكم الخوت، ما تنساوش كاينه لا دوزيام باج، كاين رضوان في الروحي الاحتياطي، لابس فيها الزرق، فيها شي 14000 تابوناو فيها، رضوان في الروحي احتياطي. وكاين رضوان في الروحي احتياطي ثلاثه، فيها شي 5700 لابس فيها الاحمر، حتى هي تابوناو فيها. التراث تديرها معك، تديرها معك، جبدها لنا في تيك توك باش نوريها لهم. الله يحفظك. شكون هذه؟ شكون هذه؟ رضوان في الروحي الاحتياطي، باش يتابونوا فيه، نوريه لهم دابا ويتابونوا فيه. اوكي واخا واخا. تيك توك الله يحفظك. سي رضا مرحبا، مرحبا سي رضا. مرحبا رضا. كاينش معنا. سي رضا الوالدين ما كاينش. دونك او سويفون. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، السلام عليكم دلال. دلال السلام عليكم. وعليكم السلام اختي، مرحبا. كتسمعوني؟ الو. ها نسمعوك. الله يحفظك. الله يحفظك. ياجي متعقة، بغيت غير نشكرك ونقول لك تبارك الله عليك، وكضحكني ولي رياكسيون ديالك الحقيقه باش كتحاور معاهم في قمه البرود، انا كنتفرجوا وكنتعصبوا، انت ما كاينش في العالم، حتى وليت كنقول ليهم في التعليق خلصت خلصت دوك تساعد الملاي، خلصناهم خلصناهم، اسكت دوز الملاريا. تبارك الله عليك، وتحياتي لك اخ رضوان، والله يخليك ديما صوت ذات يعني كتعرف توصل المعلومه بطريقه فكاهيه وفي نفس الوقت دق وسكت. تبارك الله عليك وتحياتي لك، ونخلي الفرصه للاخوه الاخرين، وشكرا بزاف. الله يعطيك الخير. تحياتي. تبارك الله عليك. دونك نزلت كالتوره، تسمح لي يا خويا، اسمح لي يا حبيبي، اسمح لي، عاود طلب، عاود طلب الكيست، اطلب الكيست. المهم يمشي. السلام عليكم اسماء. السلام عليكم. مرحبا. تحياتي خويا. مرحبا خويا رضوان. تحياتي خويا رضوان. صافا لاباس؟ لاباس اخويا الله يحفظك. تحياتي لك خويا. أحبك تبارك عليك. تحياتي لك أخويا وركاين. الله يحفظك حبيبي، تحياتي. شكرا خويا سمر اللون، تحياتي. سمر بالنور. وأخويا رضوان. باردون، اسمح لي أخويا، اسمح لي، اسمح لي، استسمح. دونك نبقاو في الدفتيريا إخواني الكرام. الدفتيريا تغزو الجزائر، الجنوب الجزائري. الدفتيريا سببها العفن، الطوط، الوسخ، التلوث، كاع داكشي اللي على بالكم. السلام عليكم. مروان نور. هبط كبس. يلا اخوتي يلا، بقى لكم والو للمليون. السلام عليكم. السلام عليكم. عراف. السلام عليكم. مرحبا خويا، مرحبا. واش اخي رضوان لاباس عليك؟ الله يحفظك حبيبي، مرحبا بك خويا، مرحبا بك خويا. الله يبارك فيك اخي رضوان. انا شفت هذاك الصور اللي دار الاخ تراس، شفت شي فيديوهات هنا في التيك توك ديال هاد الوباء، ديال هاد الوباء اللي صاب جنوب الجزائر وداكشي. وخي رضوان، يعني اول مره كنقتنع بان فعلا الجزائر قاره، لان فعلا انايا من شفت هذوك الفيديوهات قلت امبوسيبل تكون الجزائر هذه، ربما مالي، النيجر،
مالي نقية، سمح لي يا خويا، مالي نقية، النيجر نقية. لا ماشي كيسيون هي نقية على انا ركزت على اللباس، انا ركزت على اللباس فهمتي، انا ما مشيتش على يعني ما شفتش المظهر ديال المدينة ولا هادي، شفت اللباس قلت ربما يكون صحراويين من مالي او تشاد او يعني، ما كانش كيسحب لي، انا كيسحب لي الجزائري هو الوهراني التلمساني، ما كانش كيسحب لي بان يعني اول مرة كنقتنع بان فعلا الجزائر قارة. صعيبة يعني، صعيب انك تاخذ جيسيون ديال القارة سي رضوان، ماشي سهل تمام باش تمام تسير قارة، ماشي خاصنا نعاونوه هما سي رضوان. هو انا ما فهمتش علاش ما داروش، انا كنعرف بان يعني هاد الاوبئه عندهم واحد السياسه كتكون يعني استباقيه، يعني كيقول لك خير الوقايه خير من العلاج، يعني حنا في المغرب كنعرفوا بان التلقيح مثلا اجباري، التلقيح كنعرفوا بان اجباري، الطفل ملي كيتولد اوبليجي عليك خصك دير له التلقيح ديالو تكمل ليه لي فاكسان ديالو. ما فهمتش انا الناس هادو واش ما كيلقحوش ولا كيفاش؟ والعلم لله، الله يكون معاهم اخويا. تنقول لك هادشي تيضر في القلب، في القلب تيكون بغينا معاهم. نسولهم، بغينا نسولهم واش الناس اللي في الجو. لا عادي عادي، هادشي عادي، هادشي عادي، هادشي عادي. واخويا الله معاهم خير دوان، هذا ما كان، انا صراحة ما كنتش تاثرت، هذا ما كان السلام عليكم. تحياتي اخويا. عادي 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 اخويا، مغاربة ما تخلعوش، هادشي راه عادي عادي في الجزائر، عادي نورمال نورمال نورمال. سيروا ديوها في الجهة ضراكم المغاربة، لاحظوا المسائل ديالكم المغاربة، ما تبقاوش حاضرين الجزائر 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 الجزائر، راه الناس بخير. عواطف مرحبا اختي. سلام خير رضوان، تبارك الله عليك يحفظك. وجمعة مباركة لخوتي المغاربة وليك انت، بالصحة والهنا والسلامة. الله يحفظك دابا اختي. الهستيريا مع الديفتيريا فين، الهستيريا مع الديفتيريا فين غنوصلوا؟ زعما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله داروا لنا الفيزا، هما بغاو يبروتيجيونا باش داروا لنا الفيزا، كيبغيونا خاوة خاوة، بغاو يبروتيجيونا، بغاو يقولوا لنا عندكم تجيو نيشان، راه هادشي راه بزاف عندنا، خصنا ندير لكم فيزا باش نحميوكم. دونك شكرا لهم، شكرا شكرا، بغونا كيخمموا الخير، بغونا الخير. معلوم معلوم معلوم، ويلي كيبغيونا يشوفونا الحمد لله الفوق الفوق، كما حنا كنبغيو نشوفوهم ديما معاهم بجيد، الله يحفظه ليهم والله يخليه ليهم. وواحد السؤال اخي، هادشي ما يكونش جاي مع في هادشي في الجنوب ياك؟ ما يكونش جاي من النفايات النوويه اللي بقات عندهم، بقى تما. واه هو بيني وبينك كلش ممكن كي قالوا الخوت، لا ولكن هذا من العفن، هذا جاي من العفن من الوسخ. ايوا مي يديروا شي حمام فهمتي، شي صابون بلدي، راه نصيفطو لهم ليكات ديال الحمام والوضوء، هما مسلمين مسلمين، راه نورمالمون واحد راه كي كيتوضا راه كيستنجا كيتنقى. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اغسل غسلوا اليدين ولا ولا الكول بالماء والصابون. ندوزو رسالة، اسمحي لي اختي عواطف، اخوان في الجزائر، غسلوا اليدين بالماء والصابون. انا نقول لكم ديروها بحال الطبيب، بحال الطبيب ملي كيبغي يدير لا سان دوبيراسيون كيبغي يدخل كيدير ها ها، ديروا ديك ها 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 ها. شكرا اخي زغلول، الله يحفظك، انا كنوريكم شنو غديروا ها انتم خوت في الجزائر، ها 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 بالماء والصابون، ها عاوتاني ديك ها 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 ها. حاولوا توصلوا حتى لهنا، حتى لهنا غسلوا، ما عندكمش الصابون الدنيا هانيه، الماء سخون الدنيا هانيه، الماء الله يرحم الوالدين، شكرا، الماء الله يرحم لكم الوالدين. حاولوا اخواني في الجزائر الله يرضي عليكم، شريوا، ما عندكمش باش تشريوا، عارف شريوا غير قراعي الماء، كنت بغيت نقول لكم شريوا زعما سميتو الفلتر، ولكن الدنيا هانيه قرعه ديال الماء، ما عندكمش كاع، غتشريوا الماء ولا غادي تجبدوا داك الماء وتغليوه وديروا صفايه، غير الله يرضي عليكم ما تشربوش داك الماء ديال البركه المائيه، الله يرضي عليكم. تفضلي اختي.
ومره مره الخوت ما فيها باس، مره في النهار الصباح ولا ملي يخرج الخدمه ديما في العشيه حيت مرات بزاف عليكم، ملي تجيو في العشيه من الخدمه الماء وغسل غير الماء دايز، والرجلين الرجلين تفضلي اختي عواطف رجلين وودنين والنيف وتخطو فمهم فرشاة اسنان ودونتيفريس تاع الفم. هذيك تشرب الحليب، الحليب ما كاينش دونك ما كاينش لاش تغسل الاسنان، هذيك موراه ما كنشربوا الحليب. لا لا الكلام اللي كيخرج من فمهم خصو شويه يتغسل. لا هذيك دابا شوف كيتبروسا لي دون ملي كتشرب الحليب، كاس الحليب قبل ما تنعس، الحليب ما كيتشربش دونك ما كاينش لاش. عبلاش اليوم غير مطمضه مطمضه. ايبارنيو ليهم ايبارنيو ليكم السينيال. غير مضمضه بركه وشويه مرجان شويه مرجان حتى هي في الصباح مور كتكحل السنان، مرجان كتكحل السنان. اه ايوا ربي معاهم ما ليه ليه الله تحياتي 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 اخت عواطف شكرا شكرا هبطت كبسي هبط عليك كبسي وماشي عيب اخوتي. انا في 2024 طلع انا نوريكم كيفاش توضا كيفاش تغسلوا باش ما تجيكمش الديفتيريا. ماشي حشومه انا مروكي نطلع نقول لك كيفاش دير باش ما تجيكش الملاريا. مروكي انا مروكي نطلع نقول لك كيفاش دير باش ما تجيكش الديفتيريا. عاود وريني داك التقرير الله يرضي على حبيبي وريني داك التقرير. اولا اخويا رضوان كبرنا اخويا الصوره لان الجزائر كذبات على منظمه الصحه العالميه بالدليل هادي جدا. كبسوا كبسوا اخوتي كبسوا يلا المليون برافو عليكم برافو لان منظمه الصحه العالميه ما يمكنلاش دير الدور ديال وزاره الصحه. شوف هنا هذا الموقع ديال شتيها ديال اليونايتد نيشنز. ها انت كانت اخر حاله اصابه في الجزائر قد اصابت احد السكان الاصليين عام 2013 الى اخره. المهم اعلنت الجزائر في 2013 ها هي كما كاتبين هنا اذ لم تحدد حالات اصابه بالملاريا منذ عام 2013 وبذلك اوقفت الجزائر رسميا انتقال المرض محليا بعد انقضاء حوالي 140 عام على اكتشاف المرض هناك. هذه دابا هذا الخبر الاول واخا غادي نمشيو هذا شوف 22 مايو 2020 وتشاء الاقدار انه بعد سنه واحده غادي تنشر لنا الجزيره ها هي قال لك الجزائر تسجل 110 اصابات بالملاريا وخبير يطمئن الحاملون للطفيلي اقل عرضه لكورونا. ما كيشير وصافي انت وزاره الصحه والسكان شو على سميها واصلاح المستشفيات هاي هذه راه في الجزائر. سبحان الله من بعد 2020 غادي يجي خويا رضوان اليوم وغادي نهضروا على هذا الخبر اللي هو تنشر قبل 4 ساعات من الان انتشار الملاريا والديفتيريا مره اخرى في ولايتي برج باجي المختار وعين قزام جنوبي الجزائر. يعني كل مره تيقولوا هضره هنا قالوا ان كاين الخلو من المرض نهائيا غادي تجي الجزيره وتقول بانه راه كاين 1110 الاصابات. قريت انا في واحد الخبر شي 2000 اصابه وما بغيتش نبينه اصلا كاع باش ما يقولكش كنزيدوا فيه وقالوا بانه راه يطمئن وهذا اللي يطمئن في 2020 غادي يتصدم في 2024 وغادي نتصدموا معاه كاملين بان المرض مازال. اخويا رضوان نشوف التقرير ديال البي سي كليكي على التقرير كليكي ها ونداءات استغاثة وانتقادات لغياب الأدوية والتطعيمات. كيفاش؟ هل في بعض المناطق عاود لي الجملة عاود الجملة. مرضى يفترشون الخيام ونداءات استغاثة وانتقادات لغياب الأدوية والتطعيمات. بارك بارك اخويا بارك 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 ما بغيتش تكمل. بارك 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 الله يجعل البركة. صافي صافي بارك تبعوا على منظمة الصحة العالمية في 2020 قالوا بأن كاين 1110 اليوم كنكتشفوا بأنه المرض مازال كاين. يعني ثلاثة الكذبات وحدة مورا وحدة هادو كيكذبوا على المنظمة الدولية
والجزيرة فضحتهم وخرج مسؤول قال لك بأن راه الوضع بدا يطمئن، قال لك لأن مكتوبة هنا قال لك بأن راه الخبير يطمئن. ومن بعد في 2024 وقعت كارثة، يعني استفحل الوضع لدرجة صافي لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصور اللي شنا غنية عن كل تعريف. أنا ما بغيتش نبين الصور ديال شنو كدير الدفتيريا والمالاريا في جلد بنادم وفي الفم وداك الشيء، لأن الصور شحال واحد غادي يشوف التصوير ويهرب من اللايف ولا يطيح من اللايف، لأن داك الشيء مؤلم. ملي تشوف بنادم جلده مثقوبة صاحبي وكيسيل بالدم، ملي تشوف بنادم فيه ثقبة في يده، ملي تشوف بنادم في اللهات ديالو أصاحبي وقع شيء، شوف شي معاهم الله يكون معاهم الله يكون معاهم الله يكون معاهم صاحبي الله يكون معاهم الله يكون معاهم. ديرنا غير التقرير غير نسمعوه، ديرنا غير نسمعوه غير نسمعوه. انا بغي بغيت غير تسمع. اوكي اوكي يلاه انا نعاود من البدايه وتصنتوا مزيان الاخوان. اسمع اخوتي، اسمع اخوتي، وليت كنقول خوتي. مرضى يفترشون الخيام ونداءات استغاثه وانتقادات لغياب الادويه والتطعيمات. هذا هو الحال في بعض مناطق الجزائر الجنوبية بعد تفشي مرضي الملاريا والدفتيريا في مناطق حدودية تحديداً في ولايتي برج باجي مختار وعين قزام. فما الذي أدى إلى انتشار الوبائين في تلك المنطقة، وما صحة الأخبار أو الأنباء حول أعداد الوفيات والإصابات؟ مشاهدينا قناة النهار الجزائرية نشرت تلك الصور من داخل أحد مستشفيات تيمياوين بولاية برج باجي مختار، وتظهر عددا كبيرا. صبر صبر صبر، ديرنا الكاميرا، دير الكاميرا، دير الكاميرا. قناة النهار داكشي اللي مدوزة أصلا بسيط. لا عرفت عرفت لا عرفت جوسي، أنا شفت التقرير. ما كاش منها يا خو، ما كاش منها، ما كاش منها يا خو. ولا ديك الصورة باش يشوفوا الإخوان. ما كاش منها، المغرب مطبيه، ما كاش منها. عندنا مليون مغربي خدام في الجزائر، ما كاش منها. نقطعوا لكم الكتريسيتي ونقطعوا لكم الغاز عادي، نورمال نورمال نورمال. يحيى عمي الله يستر على هذا البرسي اليوم وصافي. طلع هذاك كيقول لي قال لك عندك الطوشيبا، اسكت خبزه في عينك لا طفى هذا البرسي اليوم. من حالات الإصابة بحمى الملاريا، وقد افترش بعضهم الأرض بعدما امتلأت أسرة المستشفى. أرجع البعض تفشي المرض إلى البرك والتجمعات المائية التي تكونت إثر هطول الأمطار. ما بغيتش نكذبش عليك، الله يكون معاهم الله يكون معاهم الله يكون معاهم الله يكون معاهم. شتي فين هازين الدري الصغير؟ يكون معاهم صافي أخويا، صافي 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 صافي. بارك عليه خوت، بارك الله يجعل بارك. أنا قلبي الصغير لا يتحمل بلاد الغاز والبترول أخويا، بلاد الغاز والبترول. مازال ما كمل، راه عرفتي في راسك 58 ثانية من التقرير ما كملناش. يلاه بدينا درني راسي يا صاحبي، راه تزعزع خاطري نص الليلة صاحبي، تزعزع خاطري نص الليل. ياك ما نسمعها لك. صدمت، تسمع الزعزع خاطري نص الليل ولا ما بقيتش قاد نهضر؟ كذبش عليك، ما بقيتش قاد نهضر اصاحبي. الدفتيريا خويا زغلول الله يحفظك، شكرا بزاف. الدفتيريا خويا ولا اختي، المهم مكتوب عندي زغلول. ما عرفتش، شكرا زغلول. الدفتيريا صاحبي في 24، الدفتيريا في 24، والجزائري فرحان تيقول لك قطعنا عليكم الغاز، انت ما لقيتيش حتى باش تغسل. لا حول ولا قوه الا بالله. الدفتيريا الدفتيريا الدفتيريا. السلام عليكم سي رضوان. ويسال خويا، مرحبا خويا. كيداير اخويا لاباس عليك؟ مزيان الله يبارك فيك. والله الا الحمد لله اخويا رضوان، والله الا خصني نشكرو قسما بالله، لان اليوم اكتشفت القوه الناعمه اللي كديرها انت على الجزائر. واش اخبارك ملي بديتي انت اللايف 5 دقائق مورا ولا 10 دقائق دارت الوكاله الانباء الجزائريه نفس الخبر اللي كتهضر عليه دابا؟ الحمد لله كتبوها في وكاله الانباء، والله الا كاتبينها في وكاله الانباء الجزائريه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حالات هذا الدفتيريا اللي كتهضر عليها وكاتبين موراها زعما باش يرقعوها دايرين، يعني بعثوا لهم الرئيس، بعث لهم الدواء وبعث لهم انا مش عارف شنو.
تنطلع انا ندير لايف عاد تبوني صيف الدواء اليوم قسما بالله الا اكتل اخويا باللي انت هو اللي كتحكم في داك النظام تما قسما بالله. لا لا شو تواضع تواضع بصح اخويا زعما اليوم انا صافي طبعت لك. لا 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 ديفتيري اخويا راه الجزائر والله العظيم الا خصني نشكرك السي رضوان قسما بالله لان راه خصكم تبوسوا لي يدي تلاقوني في فرنسا تبوسوا لي والله خصهم يداو دعاء الغائب قسما بالله لانه الشكا ما هضرتيش عليها انت راه عاد يموتوا كيما وقت انت الماء ديك الازمه ما نعقل البلاد المدينه اللي كانت فيها تيارت ولا فين كانت او كما دويتش عليها حتى انت والله ما يديروا بصح اليوم انا نصبغ لهم الحيوط ندير لهم الرومبوانات نجيب لهم الطبه ندير عليكم الفيزا بزاف غادي نولي غنحس براسي بشي حاجه كثيره انا راه لا شيء لا بصح هذه لا فينال اخويا رضوان لحقاش انا متبع معك ملي بديتي اللايف وغير بارازار دخلت الفيسبوك ولقيت غاده ابن بلا ما عيني عاد دابا تبوستات